خلينا نروح نتابع اخبار النادي الاهلي دلوقتي وفرقه المختلفه مع ساله حامد مراسلتنا في مقر النادي الاهلي والجزيره. ساله صباح الخير عليكي، سامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهوان، وطبعا بصبح عليك يا كريم وعلى كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده اكيد من 10 الصبح في الاهلي، وطبعا كالعاده هكون متواجده معاكم من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان اطلعكم على اخر واهم الاخبار في جميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي. بس خليني طبعا قبل ما اتكلم معاكم في اي خبر متعلق باي فريق داخل النادي الاهلي، خليني انا كمان يعني اضيف لكلامكم يا نهوان ويا كريم، وبارك انا كمان لفريق يعني كره الطايره 17 سنه رجال طبعا او شباب بعد ما فازوا وتوجوا بلقب بطوله منطقه القاهره على حساب نادي بتروجيت امبارح بثلاث اشواط للنادي الاهلي مقابل شوط لبتروجيت طبعا في المباراه اللي اقيمت على صاله استاد القاهره. فطبعا ببارك لهم وبتمنى لهم التوفيق فيما هو قادم. خليني بقى اروح وانتقل لاخبار جميع الفرق الرياضيه، بس خليني قبل ما اتكلم عن الالعاب الاخرى كمان نتكلم شويه عن فريق الاول لكره القدم واللي ما زالوا يعني في راحه سلبيه بسبب التوقف الدولي ومشاركه منتخبنا الوطني في بطوله كاس العرب. يعني يمكن جميع اللاعبين في راحه سلبيه، ولكن مستر بيتسو موسيماني حاليا بيستغل الراحه دي والفتره دي عشان يعني يتابع جميع التدريبات في قطاع الناشئين. يمكن مستر بيتسو يعني كان موجود امبارح هنا هواند، وكان موجود كمان اول امبارح عشان يشاهد يعني مباراه 2006 مع نادي الانتاج الحربي واللي انتهى طبعا بنتيجه 4-1. كمان كان متواجد امبارح في فرع النادي الاهلي بمدينه نصر عشان يعني يواصل ان هو يشاهد ويتابع جميع التدريبات في جميع الفرق في قطاع الناشئين. وكمان كان في استقباله كابتن خالد بيبو مدير قطاع الناشئين ومستر مايكل بروكيش طبعا المدير الفني التشيكي لقطاع الناشئين. يمكن كمان كان معاه يعني مستر مايكل عشان يشرح له كيفيه تطبيق جميع الجوانب الخططيه والفنيه في جميع الفرق في قطاع الناشئين. ويعني مستر بيتسو كمان حرص على ان هو يتفرج ويتابع تدريبات 2001 تحت قياده الكابتن عمرو انور واللي اتكلم فيها مع بعض اللاعبين، يعني عقد زي جلسه قصيره مع بعض اللاعبين اللي تم تصعيدهم للفريق الاول في الفتره الحاليه، واتكلم معاهم شويه عن يعني ادائهم الفتره الماضيه وان شاء الله يعني الفرص اللي هيحصلوا عليها الفتره القادمه مع الفريق الاول. وكمان نتابع تدريبات 2003 وتدريبات 2007 تحت قيادة الكابتن سيد غريب والكابتن أسامة زجهي، واللي اتكلم برضو في شوية يعني في الجلسة دي مع المدربين ودورهم الكبير اللي طبعا بيقوموا بيه مع جميع اللاعبين في قطاع الناشئين، وانه دايما بيحذروهم او بيقولوا لهم انه دايما يهتموا بالجانب الخططي زي ما بيهتموا بالجانب الفني في جميع المباريات. ده بالنسبة لزيارة مستر بيتسو امبارح في فرع النادي الاهلي بمدينة نصر. خلينا انتقل واروح جميع الالعاب الاخرى، وهبتدي معاكم باخبار الفريق كره السله اللي مازالوا في راحه سلبيه من التدريبات بعد ما حسموا تاهلهم بشكل رسمي لبطولة دوري السوبر. النادي الاهلي هيكون واحد من 8 فرق ان شاء الله اللي هيشاركوا في بطولة دوري السوبر الموسم ده. كمان سيدات السلة النهارده ان شاء الله هيواصلوا ويستأنفوا تدريباتهم بشكل طبيعي في تمام الساعة 8 مساء على صالة الشهداء استعدادا لمباراة يوم السبت ان شاء الله في بطولة كأس مصر، واللي هينتظر فيها النادي الاهلي الفايز من يعني مباراة الطيران ومباراة الغابة، والمباراة هتكون يوم السبت ان شاء الله في تمام الساعة 6 مساء على صالة الشهداء داخل مقر النادي الاهلي. كمان رجال اليد ما زالوا في راحه سلبيه من التدريبات، ولكن هيكون لحد يوم 5 بعض اللاعبين اللي هتنضم ان شاء الله لمعسكر منتخبنا الوطني بدايه من يوم 5 حتى يوم 14/12 هيكونوا في معسكر يعني منتخبنا الوطني اللي هيكون في المركز الاولمبي بالمعادي. وان شاء الله يعني بعد يوم 14/12 يعني جميع اللاعبين هيسافروا للمملكه العربيه السعوديه عشان يشاركوا في بطوله وديه ان شاء الله هتنطلق يعني خلال فتره من يوم 15 حتى يوم 21 ديسمبر. ولكن بعض اللاعبين مش هيشاركوا اللي هم اللاعبين المحترفين يعني خارج مصر، مش هيشاركوا في يعني البطوله دي ومش هيكونوا مع معسكر منتخبنا الوطني، هيشاركوا وهيكونوا مع المعسكر بدايه من يوم 25 ديسمبر. يمكن دي طبعا يا نهاوند ويا كريم كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بجميع الفرق الرياضيه داخل النادي الاهلي، سواء يعني طبعا زياره مستر بيتسو او جميع الالعاب الاخرى. طبعا انا معاك يا نهاوند ومعاك يا كريم لو في اي سؤال، والان العوده مرة أخرى للاستوديو طبعا الكلمة ليك يا نهوان، تفضلي. أشكرك جدا يا سلا، ويمكن الموضوع اللي أنت ابتديتي بيه حديثك وفكرة هنا إن موسيماني يا كريم راح
كذا مره، يمكن راح مرتين تحديدا، اول امبارح وامبارح لاهلي مدينه نصر، وزيارته لقطاع الناشئين ده مش فكره ان هو بيتسلى او بيتابع مباريات هناك، لا طبعا ده بيعكس ان هو مهتم جدا بهذا القطاع. يمكن زملائنا في قناه الاهلي تحدثوا عن هذا الموضوع، ولكن دي حقيقه ودي او ده مؤشر جيد جدا، فكره ان انت بتشوف انا ممكن اكون عايز اعمل تدعيمات بعد كده في الاهلي، فانا عندي مصنع اوريدي اسمه قطاع الناشئين، وياما خرج اسماء كبيره جدا انضموا للاهلي وشرفوا الاهلي في بطولات مختلفه وكانوا لعيبه دوليين وغيره وغيره، فدي خطوه كويسه جدا وده مؤشر حلو يدي دعم وقوه لهذا القطاع اللي انتوا اشتغلوا، ممكن جدا يبقى في منكم لعيبه للفريق الاول، وده حصل وهيحصل وهيستمر، فخطوه جيده اكيد من موسيماني. شكرا ليك يا سلام.